وصلنا لفقرة بريد المشاهدين. جات لي رسالة من أحمد محمد السيد من حلوان بيقول فيها: أنا واحد من آلاف العمال الموظفين اللي بيركبوا مترو الأنفاق يوميا، لكننا بنعاني من سوء أحوال المترو وانتشار البلطجية واللصوص في بعض العربات، وأنا طالب وزارة الداخلية وإدارة المترو بنشر رجال الأمن في العربات لتأمين الركاب ومكافحة البلطجية ومن يقومون بسد المحطات. أنا عارف إن الداخلية والمترو بيبذلوا جهد كبير، لكن بالفعل الناس محتاجة تحس بالأمن أكتر وإزالة كل المخالفات. وأخيرا مسؤول في وزارة الزراعة بيقول إن المصريين أكلوا قمح فاسد في عهد النظام السابق. لازم نقضي على الضمير الفاسد عشان نمنع العيش الفاسد. صباح الخير.